أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. لحن النهاردة هو لحن مقدمة العظة في أسبوع الآلام أوكاتي شيسيس. في بعض ساعات صلوات البسخة بيكون في عظة بعد النبوات. العظة دي بتكون للقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، أو للقديس يوحنا ذهبي الفم، أو للقديس أثناسيوس الرسولي، أو للقديس ساويروس الأنطاكي. في بداية العظة بيتقال لحن مقدمة العظة أوكاتي شيسيس، وده لحن جميل جدا ومؤثر، وكأنه بيثير مشاعر الحاضرين بنغماته الحزينة اللي فيها شيء من النحيب علشان يأهلهم لسماع العظة والاستفادة منها. وبعد ما تتقري العظة بيتقال لحن لختام العظة بنفس نغمات المقدمة. معنى لحن مقدمة العظة: عظة لأبينا القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، أو يوحنا ذهبي الفم، أو أثناسيوس الرسولي، أو ساويروس، بركته المقدسة تكون معنا أمين. وهنا هنلاحظ أن الكنيسة بتاعتنا بتاخد عظات من قديسين من كنائس تانية غير كنيستنا. فمثلا القديس يوحنا ذهبي الفم اتولد في أنطاكيا وكان بطريرك القسطنطينية، والقديس ساويروس كان بطريرك أنطاكيا. ودلوقتي خلونا نبتدي حصة النهاردة. لحن أوكاتي شيسيس، هقول جزء قولوا ورايا: يلا كمان على بعض. أوكاتي كمان مرة. مع اللي قبلها شي اي 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 سي كمان شي اي 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 كمان اي تاني الحتة دي على بعض اي 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 كمان اي 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 كمان إيس على بعض من أوله أوكاتي
يلا. انت في نيوت. تاني. انت في نيوت. كمان مرة. من الأول لغاية الحتة دايت. الحتة اللي بعدها. كمان. كمان. يبقى اسمعوا الحتة دي على بعض. يلا. كمان. من أول ثواب. الحتة ده هي اللي بعد ثواب، الهزات بتاعت ثواب دي اعتبروا دي مجموعة على بعض، المجموعة دي بتتكرر تاني. بصوا كده، يعني المجموعة الأولى دهيت بتتكون من ثلاث مجموعات صغيرة من الهزات. اسمعوا كده تاني. ادي أول مجموعة. تاني واحدة. تالت واحدة. التلات أجزاء دول على بعض اعتبروهم مجموعة على بعض، دي بتتكرر تاني. نجرب كده نقول. نقول تاني. اللي جاي ايه بقى؟ اللي هي أول مجموعة أو أول جزئية من المجموعة الأولى. واخدين بالكم ازاي؟ تاني كده. ودي بتتكرر ثلاث مرات واحنا بنوطي الطبق. اسمعوا كده.
يبقى نراجع الجزء بتاع الثواب ده على بعض. بس قبلها عايزكم كده تفهموا الموضوع كويس. يبقى عبارة عن بعد الثواب الهزات، المجموعة الأولى عبارة عن ثلاث أجزاء وكلها على بعض بتتكرر مرة تانية، وبعد كده أول جزء من المجموعة الأولى اللي هو نفسه في المجموعة اللي هي بتتكرر بيتقال ثلاث مرات بطبقات، بتنزل الطبقة طبقة بتفضل تنزل كل شوية. نجرب كده نقولها. بعد كده المجموعة دهيت على بعض برضو بتتكرر مرة تانية. يلا. نقولهم مع بعض. على بعض. Yeah.
عينكم على بعض الحتة ديت وبعدين قولوها. آفا شينوتي اي 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 يلا نجرب نقول كمان بالعرش ما نذريتي وكل الهزات اللي فاتت تاني يلا أو تتقال أفا يؤنس بخريزوستوموس اسمعوا كده أفا يؤني إي 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 Zostomo Oh, 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 Ava Athanasio Owo 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 Pi Apostolico أو أفا سيفيريانوس أفا سيفيريانو أو 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 بعد كده هوت Ερεπεφ εσμού εθουά Νούλ κεδά Ερεπεφ εσμού εθουά ونقول كل الهزات بتاعت الثواب نفسها برضو يلا نجرب نقولها تاني على بعض Ah.
مين من امي اسمه إثقواب شوبي نيمان أمين يلا نكمل المرة الجاية. Yeah.
أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا باللحن الجميل ده، وإن شاء الله المرة الجاية ناخد لحن ختام العظة ونراجع لحن المقدمة كمان. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج تعلم ألحان كنيستك. If you enjoyed our program today and would like to support this growing service, please include us in your prayers. If you would like to make a donation to keep us on the air, please send us an email to the following address, webmaster@copticheritage.org. God bless you.